أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الإشعار الأول حول العاصفة المدارية لوبان في بحر العرب، حيث تواصل لوبان تحركها نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية، مع احتمال تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة. وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بأمطار متفرقة وارتفاع لأمواج البحر تقدر بين 4 إلى 6 أمتار، بينما من المحتمل أن تتأثر محافظتي ظفار والوسطى بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة ابتداء من مساء يوم الجمعة، مع ارتفاع في أمواج البحر تقدر بين 6 إلى 8 أمتار.